عودي معكم للمتابعة، وإن شاء الله تكون 2016 مثل هالشتلة اللي رح نحكي عنها اليوم بأرض وورد. بعرف إنه معك لازم استعمل كلمة نبتة مش شتلة. شتلة كتير هيك شعبية أكتر. لا صح، هلا كلنا فهمنا شو يعني، بس إيه نبتة هيك بتعطيها بوز أكتر، قيمة أكتر، وعم بتقول إنها حلوة. فأزالي لا، في شتلة حلوة، في شتلة مش حلوة، بس الأزالي طبعا هي ألوانها الحلوة هيك. حبيت أول شيء صباح الخير جوزيف. صحيح صحيح، وأنا حبيت إنه نختم سنة 2015 بالأزالي، واحدة من النباتات يلي هلأ موجودة بالأسواق، وواحدة أنا بنظري من أجمل أنواع النباتات اللي ممكن إنه تحطها بالبيت. ما بدي أقول المنزلية لأنه هي ممكن إنه نزرعها برا وبتعيش كتير منيح برا، بس بمنطقتنا عادة تستعمل كنبتة منزلية منزين فيها لوقت طويل بقلب البيت، وبتعطينا أزهار ولا أجمل من هيك. عندها أناقة كتير خاصة فيها مع نعومة هيك، هلا بلشت الشاعريه انا باخر السنه، مع نعومه انثويه كثير حلوه. على كل حال الازالي كثير عندها شكل خاص فيها، والحلو فيها بتعرف هيدا اللي بيقولوا السهل الممتنع، يعني هي من النباتات اللي هي كثير بسيطه بشكلها، ما فيها شيء مثل الأوركيدية اللي بتشهق له، بس بذات الوقت فيها مثل ما قلت الأناقة يلي بركة على بساطتها بتعطي هالجمال هيدا، والألوان يلي بتعطيها ألوان معروفة بأنها هي من تدرجات الفوشيا والزهر، وصولا للون الأبيض، يعني مبلش من الغامق الفوشيا الغامق حتى وصولا للأحمر شوي، في بعض تدرجات توصل للأحمر، والفوشيا يلي مرقت باللون الأبيض أو وأشكال كتيرة ممكن تكون فيها وصولا للون الأبيض. شو ما كان لونها، إن كان زهر فاتح أو غامق أو أبيض، عندها وقع حلو، وعندها ألوان الورق يلي هي اللون الزيتي، يعني لون أخضر غامق غامق، بيعطي كونتراست كتير حلو مع الأزهار يلي بتعطينا إياهن. بعدنا عم بوصف هلا، بعد ما شفنا شو بدنا شو كيف بدنا نهتم، بس كمان الزهور عن جد مش حلوين كتير، يعني لازم انه واحد يوصفهم. انت قرنتيها مع شوي الاوركيدي بالجمال، عم بحكي لا عم بقول بالعكس، ما بتشبهها، لانه الاوركيدي دغري بتحس انه في شيء حلو هون، يعني مع الوقت بتطلع فيها بتقول عن جد حلوه، هون بسيطه كتير أوكي. ببساطتها حلوه، الاوركيدي بشوفه حالها حلوه، هيدا الفرق بيناتهم. واوركيدي تخيل 3 اشهر تضلها الزهره، يعني شغله كتير غريبه. هلا انت كنت عم تقلي تحت الهوا انه الازالي ما ضاينت عندك كتير، هي بتضاين، ما بدي اقول مثل الاوركيدي، بتضاين شهر بركي مزهره، ولح اقول لكم هلا شوي شو الاسرار يلي بتخليها تضل لاطول وقت ممكن، ومثلها مثل كثير من النباتات فينا نخليها للسنه اللي بعدها، وفينا نخليها ترجع تزهر السنه اللي بعدها، منا كثير صعبه بس منا هينه بذات الوقت مثل ما ذكرت باول الحديث جوزيف. هلا وصلت لعنا الازالي على البيت، شو لازم انه نعمل؟ اول شغله نعرفها، الأزالية من النباتات يلي الميزان تبعولها هو المي، يعني لازم انه تنسقى كتير، بس ما لازم انه تضل على طول مبللة، وهيدي شغلة ما بعرف اذا كتير يعني شوي صعب انه واحد يعملها التوازن تبعها، بس بدنا نسقيها لازم انه تشرب كتير منيح. افضل طريقة انه نسقي الأوركيدي هي انه نغطسها، شفت؟ الأزالي هي انه نغطسها بالمي لحتى تشرب مي كتير منيح. هلا هيدي شغله انا بستعملها بكتير انواع من النباتات، يعني اكيد سامعيني عم بقولها على العديد من النباتات، يعني حتى بجات مي قصدي، حتى بجات مي لحتى تشرب منيح، ما لازم انها تنشف التربة تبعولها، بس كمان ما لازم انه على طول تكون مغطسة بالمي. يعني امبارح كان في اتصال، وهيدي لكل النباتات خليني ارجع شدد عليها، بس نقول انه نبتة لازم تشرب منيح، مش معناتها أبدا إنه خليني حطها وبقلب جات المي أو بقلب الصحن يلي تحتها، وهي قد ما بدها بعدين ترجع بتشرب. إذا ضلت على طول بقلب المي
مثل كأنه هيدي دايما بعطيها مثل، واحد مغطس راسه على طول بقلب المي، يعني ما رح يقدر يتنفس، الشروش ما فيها تضل على طول بقلب المي، لازم انه تنشف وترجع تنسقى. هلا بالازلي ما لازم انه التراب كله ينشف، لازم هالشروش هيدي تاخذ هوا بس يضل في حواليها رطوبه. يعني قد ايه تنحط، ساعتين بالمي؟ مشان هيك بتنحط نص ساعة مش أكثر، بتكون شربت يمكن ثلاث ارباع ساعة ماكسيموم مش أكثر، بس لازم انه لوجهها يكون خلص حسيت انه المي وصلت لكل التراب، بنرجع نخليها تصفي وبنخليها ثلاث ايام تنرجع نسقيه عن جديد. في نباتات بتحب انه تعطش كثير وترجع تنسقى عن جديد، الازالي لا، من النباتات يلي قبل ما تبلش تقول بدي مي لازم تكون عطيتها مي. هذا الفرق بينه وبين النباتات الباقيين، يعني بالاسبوع فينا نسقي مرتين او كل ثلاث ايام مره مثل ما بدكم احفظوها، بس معدل مرتين بالاسبوع خاصه اذا كان بقلب البيت دافي، لانه هي من النباتات اللي جايتنا من مناطق بارده، مش هيك بتلاقيها مزهره بهالوقت وموجوده بكثره بالمشاتل، اساسا من الصين، اصولها من الصين، من مناطق بارده، من مناطق جبليه، وهي موجوده كثير باوروبا وبتنزرع كثير بالمناطق البارده حتى بالخارج بالجنينات، وبتكون بعد شوي لقدام مزهره وعم تعطي الوان حلوه بوقت ما كتير في نباتات تانية عم بتزهر. وفي انواع تانية من الازالي يلي كمان بيرجع بيشوف يعني بالمراجع بنسميها شوي اصعب، رودودندرون، يلي هي بتكبر اكثر شجرة اكثر ما هي نبتة واطية، وهي بتتحمل العوامل الخارجية اكثر من هالنبتة يلي شايفينها، مش هيك بنعتمد الازالي كنبتة داخلية بقلب بيوتنا خاصة بمنطقتنا يلي هي منا كتير باردة وما بيمرق علينا مواسم كتير باردة، وبالتالي الأفضل إنه نستعملها كنبتة داخلية. هلأ قلنا إنه بتحب المي، ننتبه كتير يعني وقت يكون عنا شتل بقلب البيت جوزيف بدنا نعمل كتير توازن بين إنه نسقي مزبوط، بس كمان تكون النبتة تربتها مهوية منيح، يعني بس تحط مي بس كتير. تحط الجوت عليها بسموه جوت الموس، اذا حطينا هالموس هيدا وعشقتهم هالقد على بعض، هلا انا تحكي مزبوط بحكي ضميري ايه ما بيضاينوا كتير، يعني هيك منا مهوية منيح لحتى تنشف. حتى الأوركيدية إذا حطيناه لها الموس يلي هون بتحافظ على رطوبة أكتر، الموس الحلو فيه أنه هو مهوى يعني منه كتير ضاغط، بس بيحفظ الحرارة بقلب التراب. الأوركيدية بيمشي حالها، الأزالي لأنه بدها أنها ترجع تشرب عن جديد، يعني بضل محافظ على الرطوبة بس ما عندها مي أنها تقدر تشربها. هيدا الفرق. وشغلة تانية مهمة، هن حلوين مثل ما هن موجودين بالسلة هيك، بس ننتبه انه يكون في تهوئة شوي، يعني لازم انه بين وقت وتاني ايه وقت اللي بدي اسقي هالفترة يلي بشيلها من البو بحطها بالتغطيس وبرجع بردها على البو تبعها، على القليل بيكون اللي بينات الوراق تهوى شوي، صار في عندي هواء جديد عم يتجدد بين الوراق، لان هيدا كتير مهم لحتى ما يصير في عندي عفونة. ودايما نقي الوراق يلي هن موجودين جوا بقلبها، ما خلي وراق عم بتدبل بقلب النبته لما نكون مجمعينهم هيك على بعضهم لحتى ما يصير في عندي عفونه. وقت تبلش تدبل ايه بتبلش تهر الوراق، الازهار بهروا كثير كمان، وهن كثير رقاق ولازم انه نشيلهم. اذا بدي انها ترجع تفتح مرة تانية ممكن انه تحت الزهرة يلي هي اساسا مفتحة هون، رح تشوف ما بعرف حدي او لقدام في ازهار بتبقى مفتحة ودغري حدها في زر تاني، مثلا هون عندي زرين حد بعض اكيد هيدا رح يفتح قبل، بيرجع بعدين بيطلع عندي زهرة عن جديد. فكل ما بشيل الاشياء يلي هي دبلانة كل ما بفتح مجال للنباتات التانية انها تفتح للزرار. بدها ضوء اكيد مثل كل النباتات، ما في ولا نبتة ما بتحب الضوء، بس في نباتات تتحمل العتمة أكثر من نباتات تانية. هلأ كل شيء بيزهر، والأزالي من هالنباتات هيدي بتحب الضوء، ما بتحب الشمس القوية، بس نحن بفصل الشتاء هالشمس يلي بتفوت على البيوت هي أحلى شيء بالنسبة للنباتات، وخاصة المزهرة يلي بتحب هالضوء هيدا يلي مفلتر، يعني بتفوت على البيت منا الشمس يلي هي برا دغري، إذا وصلها نطفة شمس بالنهار ساعة من برا لجوا بقلب البيت
كتير شغلة مفيدة لها وكتير بتخليها تضاين لوقت أطول، وحتى بتخلي الأزرار يلي منا مفتحة تفتح أفضل. هلأ في بعض النباتات دايما منقول إنه ما تشتروها مسكرة الأزرار على الآخر لأنه ما بتفتح عنا بالبيت، مثل الكريزانتيم. الأزالية لا، إذا كان تشتريها وبعدها مسكرة تضمن انه مثلا انت بدك اياها بعد يومين تبلش يبين لونها، فيك تشتريها مسكره بتفتح كلها سوا بذات الوقت، عاده كثير اوموجين بتفتح بذات الوقت وبتضاين لوقت طويل. اكيد ما بنصح انه نشتري الازالي مفتحه مثل ما نحن شايفينها هون، لانه ما بتضاين الا اذا عم نشتريها بسعر رخيص، مثل كانه عم نشتري بوكيه، يعني بتصير بتضل اسبوع او 10 ايام ساعتها اوكي حلوه بدل بوكي ما في يعني مشكله. يعني انت بتنصحي فيها لراس السنه؟ ايه اكيد ينهدى يعني اكيد باللون الابيض كمان لحتى تكون السنه الجديده مبلشه باللون الابيض. هيدي كمان تقليد عالمي صار انه هيدا اللون اللي بنعتمده على بدايه السنه الجديده. يعني حتى كمان حلوه الباكا فلور تكون مزينه بالازاليه. ايه اكيد يعني أكيد. حلوه هيك قدام الشباك هلا هالالوان الحلوه. عرفنا هلا شو بتحبي كثير منيح. انت من مناصري الازالي. ثانك يو لك، انعاد عليكي، هابي نيو يير. ميرسي ولك كمان جوزيف. لكل المشاهدين بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعه، خليكم معنا.